يا مساء الفل عليكم، يجعل مساكم بجمال قلوبكم وكل واحد ولون قلبه، مساكم كله رزق وخير وسعادة وتفاؤل وأمل وبركة وطاقة إيجابية، ومحقين في كل أحلامكم يا رب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سعاد سعادة. ازيك يا نورهان؟ ازيك يا باهي؟ ايه الاخبار؟ زي الفل. مساء الخير عليكم. ضيفتنا النهارده معروفه بالجدعانه والكرم، يتقال عليها انها ست بميت راجل. دخلت عالم التمثيل من اوسع ابوابه مع الفنان العظيم محمد صبحي، اعتمدت على موهبتها وقدرت انها تثبت نفسها بنفسها، ومتعتنا بادوار مميزه جدا زي حضره المتهم ابي والدالي والزوجه الرابعه وسبع وصايا وبنات العم، زنقت ستات وغيرها من ادوار مختلفه كتير، واللي كان اخرهم في رمضان اللي فات في مسلسل تل الراهب مع العظيم الفنان محمد رياض. هي مش بس ممثله، لا هي مغنيه كمان وطباخه تنافس اي شيف محترف. عشان ما اطولش عليكم، ضيفتنا النهارده النجمه الجميله ايتن عامر. مساء الفل يا بابا. نورانا. مساء الفل حبيبي. مساء الفل يا قمر. اخباركم ايه؟ نورانا. ربنا يخليكي، ميرسي. طول القمر يا جماعه، انا لازم اقول معلومه كده قبل ما نبتدي حلقتنا، احنا كنا في مدرسه واحده. صح. وانا بعتز جدا بالحلقه دي. وانا والله العظيم. ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه على الناس. ان شاء الله. تعبناكي النهارده معانا. لا يا حبيبي. ايتن عندها برد. وبجد عايز اشكرها. وبشرب حاجه سخنه اهو، بشرب حاجه سخنه عشان صوتي يطلع. ان شاء الله يعني تسبت على طول. ربنا يخليك يا حبيبي، ثانك يو. طيب تونا، عايز ارجع معاكي للبدايات شويه. يعني تونا اول ما ابتدت هي مثلت مع ناس عظام، يعني النجم محمد صبحي، الفنان نور الشريف الله يرحمه، فاروق الفيشاوي، الفنانه العظيمه ناديه الجندي. ان حد يبتدي دايما، عارفه، بنشوفه في ادوار صغيره وبعد كده يبتدي يقف قدام ناس عظام زي دول، انت ابتديتي على طول من الحته دي. فكلميني اكتر عن تجاربك مع الناس دي وازاي قدرتي تكسري ان تبقى دي البدايه. بص، انا بعتبر نفسي ان انا الحمد لله بدات بدايه كانت محفوفة بالحظ زي ما بيقولوا كده. جميل. بدأت مع نجوم كبار بأدوار صغيرة جدا. وخدت الموضوع ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا. يعني أنا أول حاجة كنت يمكن عملتها مع أستاذ محمد صبحي، أنا فاكرة إن هما كانوا 9 مشاهد في مسلسل 30 حلقة. تمام. 30 حلقة، بنتكلم في مسلسل مينيمم بيبقى 360 مشهد، 370 مشهد حاجة كده. فعاملة فيهم بس 9 مشاهد، اللي هو 2% تقريبا. منهم 7 مشاهد مكي. بتكلم واثنين ما بتكلمش خالص. فيمكن كانت البداية مع أستاذ محمد صبحي، ده الوحيد اللي أقدر أقول إنه إزاي علمني الخطوات الأولى حرفيا في التمثيل. يعني أنا كان عندي مشكلة يتكلم يتحرك، لكن أتكلم وأتحرك مع بعض دي كانت كارثة بالنسبة لي. هو أول بني آدم في حياتي مسك إيدي قومني على الكرسي السفرة، أنا فاكرة كويس، قال لي وانتي ماشيه تاخدي خطوه وتقولي الجمله، تاخدي خطوه الثانيه تقولي الجمله اللي بعدها، تاخدي الخطوه الثالثه تقولي اللي بعدها. فبجد هو الوحيد اللي علمني يعني ايه توافق عضلي عصبي وانا بتكلم بتحرك في نفس الوقت. انا كان عندي مشكله كبيره. انتوا يتكلم يا يتحرك. لا انا اشوفك ما شاء الله تتكلمي وتتحركي وتطبخي وتعملي كل حاجه. والله كل حاجه. وبتغني كمان. بتغني كمان. خلاص بقى الموضوع فلت مننا. فاستاذ محمد صبحي الحقيقه هو اللي بجد اقدر اقول ان هو علمني خطواتي الاولى في التمثيل. بعدين جت فرصه، برضو فرصه يعني بجد عزيزه جدا على قلبي، مع استاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه. واستاذ فاروق كان صديق شخصي لجوز اختي واختي، وصديق شخصي للعيله، واحنا بنعتز كنا جدا بصداقته الله يرحمه يا رب. جات لي برضو فرصه مع لطيفه، برضو ما كانش دور كبير، كان حوالي 13 مشهد. بعدين جالي استاذه ناديه جندي وحضره المتهم ابي في نفس الوقت. طبعا. في نفس السنه. طبعا. كان من اهم الاعمال اللي ايتن يعني خلاص بقى في ايتن عامل حضره المتهم ابي. ومن بعد شغلي مع استاذ محمد، استاذ نور الشريف حضره المتهم ابي، استاذ محمد فوزي بقى خدني اللي هو جوز اختي بترشيح استاذ نور الشريف بعد ما عملت مع حضره المتهم ابي، ان انا امضي مع اوضه احتكار من ضمن 9 ممثلين. كنت انا وعمرو يوسف، حسن رداد، ماي نور الشريف، ندى عادل، دينا فؤاد، وإناس كامل، ومحمد يوسف، كنا واحمد صفوت، جروب ناس كتير من الفنانين. كلها ما شاء الله. كنا ماضيين كلنا عقود مع محمد فوزي واشتغلنا من خلاله لمده 5 سنين. بصراحه هو من اكتر الناس اللي ادونا بجد بقى فرص، كنا ساعتها احنا مش اسامي ولا حد يعرفنا. انا يمكن كنت بس سابقاهم بخطوتين بتوع حضره المتهم ابي، لان الدور ده كان عمل معايا عمل صدى كبير. صدى كبير جدا. طبعاً. بس كلنا كنا لسه بنبدا من الصفر يعني. ادانا بطولات وادانا ادوار، وكان بجد مهتم بينا جدا بشكلنا لبسنا، كان عامل لنا مرتب شهري. في الوقت لا عقود الاحتكار بره ما كانش كده خالص. بس هو بصراحه كان مهتم بينا جدا، كان مهتم ان هو يصنع نجم بجد. طبعا استاذ محمد فوزي من الناس اللي صنعت نجوم كتير يعني، شهاده ليه طبعا. طبعا.
طيب فنانة أيتن عامر الجميلة، جربتي مسرح وجربتي دراما وجربتي سينما، كان ايه الأقرب لقلبك او ايه الممتع بالنسبة لك؟ انا بعشق المسرح. مع اني يمكن ما اشتغلتش مسرح كتير الا من بداية موسم الرياض، بس كل موسم كان بيبقى عندي مسرحية او اتنين. فالتعامل في المسرح مع الجمهور بيبقى بشكل مباشر، بتاخدي الرد الفعل في ساعتها. فقد ايه بقى بيبقى بتنبسطي وتضحكي وتفرحي وتزقططي لما تلاقي قلتي حاجة ضحكت الناس في وقتها، فاهمة؟ فدي بتبقى بصراحه حصاد الـ 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 لا حصاد الافيف وقتها ده بيبقى عظيم، انك بتحسي انك خدتي مكافاه، حد ده كتريت زي ما بيقولوا يعني. مع انه الاصعبهم يعني، مع انه الناس مع انه الاصعبهم ولا حاجه ما شاء الله. تونا احنا مجهزين لك مفاجاه، او اللي عايز اقوله لك ان صاحبه المفاجاه اللي معانا هي اللي مجهزه لك المفاجاه النهارده. واو. احنا معانا مكالمه، مش هقول مين، هسيبك انت اللي تعرفي. اوكي. الو. الو. مساء الخير. مساء الفل. الدكتور باهي معايا، اهلا وسهلا. يا اهلا بالقمر. واهلا بالفنانه. اهلا وسهلا. النجمه الجميله ايتن عامر. اهلا وسهلا. ازيك يا ايتن؟ دي مغيرة صوتها. اه انت عامله نفسك. زوزو. طالعه في برنامج بقى وظبطت صوتها بقى وكده. انا بقول للدكتور باهي انا النهارده سعيده جدا طبعا بحضرتك. والله انت اللي سعيدين بمكالمتك وبالرجيم اللي انا ماشيه عليه معاك حبيبتي والله، وانا دلوقتي بلبس كل اللي نفسي فيه الحمد لله، ومبسوطه جدا ان انا خسيت كتير معاك حبيبتي، وعشان شطوره. وانا خسيت اكتر من 25 كيلو يا جماعه مع دكتور باهي طبعا حبيبتي والله، وسعيده معاك قوي قوي قوي. وبقول لكل اصحابي بيقولوا انت خسيتي من ايه، بقول لهم معايا الدكتور باهي هو اللي متابعني وبيخسس فيا. ده شرف لينا والله. والنهارده بلبس كل اللي نفسي فيه، اما بدخل اي محل بنقي اللي انا عايزاه كله. كنت الاول بتكسف اخش البس اي حاجه، بنطلون مش بعرف البس، جيب مش عارفه البس حاجه خالص حبيبتي. النهارده بلبس كل اللي نفسي فيه. هي فاجئتني انا فرحت وخلاني بقيت فرحانه بجسمي ان انا خسيت وبقيت خفيفه الحمد لله. والناحيه كمان ان انا بروح للدكاتره يقول لي انت بقيتي تمشي كويس، عشان ركبتي طبعا الحمل كان تقيل على ظهري وعلى رجلي ما شاء الله. وانا بدعي لك والله في كل وقت يا دكتور باهي، لان انت بصراحه رسمت البهجه والحب والابتسام على وشك. ربنا يخليك انت القمر والله، ربنا يخليك جدا جدا. ومع الدكتور باهي زي ما قلت قبل كده هتخس كتير جدا جدا جدا. ايوه صح، دي اهم حاجه. وكل واحد عايز يخس يروح للدكتور باهي. يروح للدكتور باهي على طول. عايز اقول لك ان العيله كلها بتعمل دايت عند باهي. طبعا يعني هتخس، عايز تخس 2 كيلو خسوكوا 2 كيلو. انا وفاء وماما وعمر ابن وفاء عايزينه هيعملوا معاك. كل الناس بيعملوا دايت مع دكتور باهي. اه احنا خدنا العيله فعلا مع بعض. توكيل. ايوه مش هتغمض عينيك حبيبتي. يا فوقي يا توتة انا سعيده بيكي حبيبتي يا ماما. بالبرنامج بتاعك مع الدكتور باهي ما شاء الله عليكي، خسيتي كتير طبعا مع الدكتور باهي. انا حقيقي دي فقره اكيد هنتطرق لها بعدين مشاكل. والحمد لله بقيتي كويسه عشان خسيتي كتير. حبيبتي يا ماما. طب انا عايزك تخبصلنا عليها. انا مش عايزه اعطلكم، انا عايزك تخبصلنا عليها بس. بتلخبط في ايه اكتر حاجه في وانا بحبكم جدا جدا جدا، وسعيده مع الدكتور باهي. بيقولوا لك يا ماما ايه اكتر حاجه انا بلخبط بيها في المطبخ؟ يا لهوي. خلاص مش محتاجه تقول. السمبوسه والمكرونه البشاميل. اوبا. ايوه. لا انا هخلص الحلقه اكلم حضرتك. حاجه بسيطه كده يعني. بس ما شاء الله مع الدكتور باهي بصراحه ماشيه على نظام حلو. انا سعيده ان هو ماشيك على نظام حلو قوي. انا بنعك شويه ونظبط شويه يعني. طبيعي لاي حد. الحمد لله. لا انت مهما بتاكلي هو ماشيك على نظام حلو. انا سعيده. ايوه صح صح. ماشي يا ماما. شكرا يا ماما على الفضيحه. شكرا قوي قوي. لا ما انا لازم اقول للدكتور باهي ان بتاكل بشاميل. اه تحب البشاميل اللي كده. بس لازم يدوق ولا انا بطبخ. فطبعا ايوه. او القلم تقدر. مع زي ما قلت لكم مع الدكتور باهي هتخسوا كتير. حبيبتي اشكرك يا دكتور باهي على الدخله الجميله بتاعتك دي. حبيبتي يا ماما نورتينا. وخلي بالك من النجمه بتاعتي لانها وحشتني شويه لغايه. حاضر. خلي باله مني. حاضر. باي باي. اشوفكم على خير. تونا نرجع للدراما والسينما، وعايز اعرف منك
اكتر عمل بتحبيه واقرب ليكي لقلبك كده في الدراما وفي السينما ايه؟ بص انا بحب حضرة المتهب قوي ودالي وبحب في السينما يتهدي يتعدي وعلي بابا دول يمكن اكتر حاجات انا بحبها. بس بجد لو فتحنا بقى في موضوع المسلسلات ده لا مش دول بس بصراحه، لا في مسلسلات اكتر بكتير، بس عظيمة كتير يعني. انا بختار دول دايما كاول مسلسلين بقولهم على طول على لساني، لان دول اكتر حاجتين عرفوني بالجمهور مظبوط، وكانت بطاقه تعارف بصراحه يعني على قدر يعني عليه من وش الخير كده على من الجوده. يا رب دايما. كان العملين بصراحه كان ليهم صدى عظيم، اعمالك كلها وعقبال ان شاء الله اللي جاي باذن الله. يا رب دايما ان شاء الله. حبيبتي هنتدخل شويه كده في موضوع الدراما، وهخليني اسالك عن كواليس مسلسل مكتوب عليا مع الفنان الكبير اكرم حسني. طبعا الجميل. كلنا كده عن الكواليس. انا بحب اقعد اتفرج على ستوريهاتكم. يعني بعيد عن العمل نفسه، انا بحب اتابع ستوريهاتكم في فتره التصوير. اكرم جميل، وانا ده اكرم من اكتر الناس، يمكن هو وكريم فهمي من اكتر الناس اللي بحب اشتغل معاهم. لانهم مش انانيين خالص، عايزين كل الناس اللي حواليهم يبقوا كويسين وكلهم يبقوا في احسن حالاتهم. مش مهم هم يضحكوا، بس المهم اللي جنبهم يقولوا افيهات مظبوطه ويفرشوا لهم كويس ويطلعوهم بشكل حلو. الحقيقه كواليس مكتوب عليا دي كانت من اهم الخطوات اللي خدتها في حياتي. انا يمكن وقتها كان معروض عليا من شارع الهرم الى ده كان مسلسل مصري كويتي، نفس المؤلفه اللي كنت بعمل معها مسلسل السنه دي بتاع زوجه واحده لا تكفي، ولكن الظروف عرضتنا شويه، فكنت بعمل مسلسل اسمه اولاد عابد، وكان ما عنديش وقت غير مسلسل واحد بس جنبه. واللي حصل ان حصل اختلاف بسيط كده في المواعيد، فاضطريت ان انا اخد مكتوب عليا على حساب من شارع الهرم الى ده كان هيبقى نجاح في حته معينه، وده كان هيبقى نجاح في حته معينه، ولكن ربنا هو اللي تدخل وهو اللي قرر لي في الاخر اني اعمل كده، ده قدر ومكتوب. فعملت مكتوب عليا، والحمد لله انه نجح نجاح باهر، والناس كانت مبسوطه جدا بيه الحمد لله، والدور علم جدا مع ناس، واغنيه المسلسل علمت مع ناس، لحد دلوقتي بيشتغل في كل حته. بصراحه الشغل مع اكرم حسني ما يتشبعش منه ابدا ابدا بصراحه. هو جميل طبعا، هو شخصيه جميله طبعا. طيب تونا ما نقدرش نحصرها في حته معينه، يعني ما شاء الله انت عندك نقول مكتبه كبيره في اعمال الدراما والسينما في كل حاجه. ليكي ادوار في الحته الشريره شويه، وليكي ادوار في الدراما، وليكي ادوار في الكوميديا كمان، وبنحبك في الثلاثه. انت ايه اكتر حاجه بتحبيهم؟ انا بحب قوي الدور اللي يطلع فيه حته جديده ما طلعتش قبل كده. وبعدين انا بيفرق معايا جدا المسلسل اللي بعمله او العمل اللي بقدمه او الدور اللي بعمله، من حيث هو كوميدي او في دراما اكتر. الفكرة كلها انه ده بينعكس على حالتي النفسية بشكل مش طبيعي. لما بعمل مسلسل كوميدي بتلاقيني مفرفشة ومهيصة وحابة الدنيا وحابة الحياة والدنيا لطيفة معايا. اعمل دور بقى فيه كآبة وفيه معاناة وبتاع، تلاقيني في حياتي اصلا شكلي اختلف، شكلي ما بقاش انا، المود مش متظبط، فالحالة بتتأثر جدا جدا حسب الدور اللي انا ببقى بعمله. فتلاقيني بميل بطبيعتي اكتر، ان انا اصلا طبيعتي فرفوشه، بحب الضحك والهزار، بحب الحياه وكده، فتلاقيني اروح دايما لناحيه الكوميديا. انا اشهد بده، انا اشهد بحب اكتر الحاجات الفرفوشه يعني. بس طيب ايتن، شاركنا في رمضان اللي فات ما شاء الله في كذا عمل فني، منهم تل الراهب وزوجه واحده لا تكفي. احكي لنا عن ادوارك والكواليس للمسلسلين اكتر. انا اشتركت السنه اللي فاتت في جودر، وشاركت في زوجه واحده لا تكفي. مظبوط. وانا كنت مبسوطه جدا بدوري في جودر، يمكن اكتر حاجه لانه كنت بعمل دور وفاء وهي صغيره، ودي اول مره تحصل. في كاريوكا كنت هعمل كده، بس حصل برضو حاجات في رؤيه نظر مخرج الله يرحمه، كان حابب ان وفاء هي اللي تعمل شخصيه وهي صغيره مش انا. وفي الاخر طلعت ضيفه شرف معاها برضو في دور ممرضه في سنتين خالص بعد ما كاريوكا تقدمت في العمر يعني. فكنت مبسوطه قوي بفكره جودر، ان انا بعمل دور وفاء وهي صغيره، واحنا الاثنين فجاه بقينا شبه بعض. وانا كل عم انا كل ما بكبر الناس بيقعدوا يقولوا لي شكلك ابتدى شبه وفاء، بقيتي شبه وفاء. فدي حاجه كانت لذيذه بالنسبه لي، ده كان اكتر حاجه كانت عجباني يمكن في اعمال السنه اللي فاتت بالنسبه لي. مسلسل تل الراهب احنا بنصور فيه بقالنا كتير قوي، بقالنا اكتر من 7 سنين، والمسلسل برده لم يخرج بالشكل اللي كنا بنتمناه كلنا، لانه في حاجات كتير ما لحقناش نصورها نظرا لضيق الوقت، وان هم قرروا يستأنفوا تصويره أنا بره، فده خلى فيه مشاهد كتير جدا ليا تتلغي. فالعمل ما ظهرش بالشكل الكامل اللي أقدر أقول لك ساعتها ده مسلسل أنا بعتز بتقديمه. بس المفروض إن احنا هنكمل التصوير، وهيبقى في العرض التاني إن شاء الله مسلسل هيبقى شكله أحسن ومتقدم بشكل اللي يليق بيه يعني. احنا كنا مستعجلين بس شوية.
اما زوجه واحده لا تكفي. انا بعتبر ان ده الحصان الرابح بالنسبه لي رمضان السنه اللي فاتت. المسلسل قلب الدنيا، كان ترند في كذا دوله عربيه وكذا دوله اوروبيه وكذا دوله من الفار ايست، فيعني الموضوع كان ما شاء الله كبير قوي سعادتك يعني. والدنيا كلها اتقلبت، وهجموا وقطعوا ومنعوا ووافقوا، يعني عمل جدل كبير جدا جدا جدا. بس في الاخر الحمد لله اقدر اقول ان هو كان الحصان الرابح بالنسبه لي سنه. يا رب دايما ناجحه يا ايتن ان شاء الله. طب ايتن، احنا النهارده حلقتنا مختلفه بوجودك، فلازم يبقى فيها فقرات مختلفه. فاحنا حلو ده، جاهزين فقره كده هي لعبه عروستي. احنا معانا شويه حاجات انا كان نفسي اعرف ايه اللي فيها. طيب بعد اذنك انت المفروض تختاري حاجه واحده منهم. تسلم. هتختاري حاجه هيطلع لك اكله او مكون كان نفسي اعرفهم، بس حبيت غششينا يعني عشان وانا هوصفها لكم من غير ما اقول اسمها، صح؟ زي عروستي اللي بنلعبها واحنا صغيرين. عادي مظبوط. مكرونه بشاميل. يا ريت. ده انا والله هقول لك حاجه، اي حاجه فيها واسطه بنقول عليها ايه؟ كوشه. الله 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 يا تيتي الله. لا احنا واحده ثانيه. ايوه ثانيه، اصل دي جت بسرعه. شطوره. حاجه صعبه شويه. طيب، حاجة بتتغلي بتعمل بميتها ماسكات للشعر وكده؟ صبار؟ لا جريبين. ولما بنحب نتخن طفل كده بنسلقها برضو، بنديهاله ببرونة. وحاجة دايما لما يجي نعمل غدا نعمل اي حاجة ونقول لك جنبها ده ولا مكرونة؟ رز ومكرونة. بس ايه ده؟ طيب حاجة شخصيا انا بحبها قوي قوي قوي. بشاميل؟ لا لا لا. مين؟ بتتعمل في صينية وبتحط عليها حاجات كتير جدا. كيتا. الله عليكي. الله عليكي. كملوا لسه كده واحد ولا لسه ولا عايزين نوقف؟ لا كملي كملي. طيب، اكل الارانب المعتمد واللي برضه بيتخن على فكره. فاصو جزر. يعني والله العظيم انا باهي دايما يقول لي ايه، اما اروح له اقول له عايز اعمل دايت يقول لي احنا هناكل سلطه وناخد بالنا من حاجه، الارنب بياكل خس وبياكل حاجات خضراء وبيتخن بيرقرب وبنذبحه وبناكله. ايوه يا ريت تاخدي بالك برضه انت بتاكلي السلطه. شوف بقى مين هيجاوبها. اكله رمضانيه شهيره جدا. سمبوسة. دايما نقول يا كنافه يا بسبوسه. بسبوسه. لا يا كنافه يا كنافه ايه وشبه السمبوسه. بسبوسه. لا شبه السمبوسه. ايوه. لا لا اوكي. شفت ادائي ادائي دكتور باهي. صح. اللي يعلم عليا في القطايف. ايوه يعني ده كلام. بس فاينل بقى. فاينل. طيب دايما لما تبقى واحده تخنانه شويه تقول لك انا محتاجه يحطوني على سيخ شاورما. شاورما. برافو. مش عايزه دكتور دايت، انا عايزه يحطوني على سيخ شاورما. لا ممكن نستكفي بالشاورما. تسلم. منورانا يا ايتن ولسه مستمتعين بالحلقه معاكي. هنخرج فاصل سريع، استنونا. ولسه النجمه الجميله ايتن عامر مكمله معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفنانتنا الجميله ايتن عامر لسه منورانا. هنعمل معاها النهارده وصفه كده كلنا بنحبها، وهي الكولسلو. بنوقفها اول ما بنعمل دايت، معرفش ليه بنفتكر ان هي مش معانا وان هي شيء مش صحي. فانا النهارده جايه اغير لكم المفهوم ده وهقول لكم ازاي نعملها بطريقه صحيه. خليني اشرح لكم الاول ايه المواصفات اللي هنحتاجها. ايه المكونات اللي هنحتاجها في الوصف. طبعا خس ابيض وخس احمر وكرنب ابيض وكرنب احمر وخس وجزر. والصوص بقى هو التريك كلها، ان احنا هنشيل المايونيز خالص وهنستخدم مكانه زبادي يوناني. مش هيبقى ليه ولا ريحه تضايقنا خالص. وهنحط عليه باودر توم ورشه باودر بصل بسيطه قوي، معلقتين عسل كبار ومعلقه خل ورشه ملح. بس كده هنقلب كل ده مع بعضه ويبقى هو الصوص بتاعنا. واحنا بقى بنحضر السالاد، خليني اسالك يا ايتن، احكي لنا اكتر عن اللايف ستايل بتاعك. بصي انا اللايف ستايل بتاعي بيتلخص في كلمتين. بصحى من النوم والله العظيم اول حاجه بعملها، وده مؤخرا، بقيت اشرب ازازه ميه صغيره على الريق. تحفه. ودي حاجه مهمه جدا جدا، ما كنتش بعملها قبل كده الحقيقه. بس ابتديت لما بقيت اروح لباهي بيقول لي لا احنا الميه عندنا نازله في الجسم، لازم نشرب ميه اكتر. فلقيت ان اصحابي البنات كلهم، يعني منهم واحده بتقول لي والله العظيم قالت لي كده حرفيا، قالت لي انا اول ما بفتح عيني من النوم لازم اشرب ازازتين ثلاثه ميه. أوكي. وبعدين اعمل اي حاجه في الحياه. فانا حاولت ان انا اقلدها، بس حاولت ان انا اقلدها بازازه. بدات بازازه. حلو. حلو جدا. اشربها على الريق، بعد كده باخد القهوه بتاعتي. عملت بقى نسكافيه، جبتها من بره، عملت اللي عملته. اوكي. بعدين بفطر بقى.
الفطار بيبقى ايه؟ هي دايما النية اول ما بصحى من النوم ان انا دايت. خير. يعني خير ودايت. بيبقى الورقة عادي. يعني بضايا مسلوقة وشوية خضار متقطعين بكمون وملح وشطة وليمون كده. شوية حتة جبنة قريش. هو طبعا بيقول لي من غير زيت زيتون بس لازم احط معلقه زيت زيتون صغيره عشان احس ان انا اكلت حاجه ليها طعم. صح. انا هوزنك على الهوا بقى كده الحاجات دي كلها. وبعدين اشوف بقى الغدا ايه نظامه. الغدا بقى ده اللي عندي دايما مشكله فيه. بس لما ببقى محضره حاجتي من بدري، ودي على فكره نصيحه لكل البنات يا جماعه اللي عايزين يعملوا دايت، من فضلكم حضروا دايما اكل الغدا بتاع الاسبوع في الثلاجه وتبلوه سيبوه. صح جدا. لان ده هيخليكم ما تغلبوش وما تتفصوش على اي حاجة حاجه ماما بتعملها في المطبخ. جدا جدا. فانا في بروح عند الجزار في حاجه كده قطعه لحمه معينه اسمها الانتركات. تمام. بجيب الانتركات دي خفيفه تقريبا. دي حته لحمه حمراء خالص بيبقى فيها حرف دهن صغير قوي بشوي بيه اللحمه، بتتبل بميه البصل وملح وفلفل فقط من غير الزيت بقى ولا من غير اي حاجه. ملح فلفل الحمد لله. بتسمع ميه بصل. بتسمع الكلام في الغداء. والله لسه انا لسه مكمله اليوم، عايز اعرف ايه اللي بيحصل. بتبلها سيبها في الثلاجه، بتبقى الكيلو بيعمل حوالي 10 شرايح. حلو جدا. كل يوم باخد لي 3 بالكتير قوي معاهم طبق سلطه. بطلع صينيه تيفال قمر. لا ما انا هحكي لك بقى. دي 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 واحده كده. دي واحده دي اكتر حاجه انا بحبها. الفراخ بعملها برده بنفس الطريقه. وبتتحط دي ودي، سواء بقى اكلت دي سواء اكلت دي، هو في الاخر هي طاسه تيفيل نفس التتبيله هنا وهنا. بشوح اللحمه هنا وبروح قطع بعد ما اشويها في حرف الدهن ده بينزل برده شويه كده دهن صحي. ماشي. مش حلو. مفيش مشكله. لا ما حطيتش هو اللي فيها. بروح بقى قطعه ما باكلهوش بس برافو. بتبقى ريحته في الستيك. ماشي موافق عليه ده. معاها طبق لحم طبق سلطه كده امور لذيذ. ده الغدا. العشاء بقى دايما بيبقى زبادي يوناني واي حاجه فاكهه بقى، حتتين بطيخ صغيرين مش ثمره بطيخ. ايوه حتتين بطيخ. كمان شاطره هي. حتتين كانت شاطره يا جماعه كده يعني. ده دي النيه. في نص اليوم بقى للاسف اني بهبط، مثلا تلاقيني هبطت. اوكي. اسمع كلام الدكتور راح واخداني تمرتين. طب ما لسه كنت هقول لك برافو ليكي. شوكليت. مظبوط. انا بقى ماشي على الموضوع ده. بس احيانا بقى ما بالك والاطفال بقى والليفت اوفرز. وابني يا مامي بليز خدي دي من ايديا. يا مامي والنبي عايزك تدوقي دي. ولا بنتي تبقى عامله مثلا اوريو شيك. فيا مامي بليز دوقي ريسيبي بتاعتي. وانا طبعا حقل تجارب. فار تجارب مش حقل تجارب. فما بحبش ازعلهم بقى. لا طبعا بتطلع وحشه بس انا لازم اقول انها حلوه بس لازم نعمل كذا. يعني ما ينفعش اقول وحشه. انا بقول حلوه بس يعني تليها حلو وتليها بس عشان نصلحها المره الجايه. طيب بما ان انت بتقولي الصراحه في الريسيبيز يعني بنتك بتقولي لها الحلو الوحش. أيوه. فانا يعني اتمنى انك تقولي لي الحقيقه. هندوق. اجي لكم ولا خليكي زي ما انت. ماشي. طيب احنا هنقول للناس تاني. رشه ثوم باودر توم. طب ليه بقى مش توم فريش؟ علشان بيعمل ريحه شويه الناس كلها مش بتحبه، بيعمل انتفاخات. انت عارفه ان انا بحب التوم الفريش جدا في الاكل. انا اول مره بقى هجربها بالتوم الباودر. احنا كده يا جماعه هنعيد لكم ريسيبي تاني. يلا بينا. خس قلتي ايه؟ كرنب. طيب. احمر كرنب ابيض. كرنب ابيض. صح. وخس كابوتشا عادي خالص وجزر وهنبشره. ده كده الخضار. الدريسنج بقى الدريسنج زبادي يوناني، خل، معلقه خل كبيره، معلقتين عسل ابيض. أوكي. رشه ملح، رشه توم. اوكي بس ممتاز. نجرب بقى وانا هقول لكم بصراحه الموضوع وحش. بدات اقلق. لا استني بس. ماشي. طب اديها واحده كمان. لا ما البرد مؤخر. سنه الاستطعام. أيوه. سلامتك. اصبري عليا عشان اعرف اديكي رايي مظبوط. يلا انا مستنيه. بصي هي طعمها حلو بس انا حاسه ان رشه الثوم فيها تقلت مننا شويه. تمام. لازم نقللها سيكه. اوكي. بس هي طعمها حلو جدا. هي رشه الثوم دي حسب بقى الرغبه يعني. احنا حتى يعني انا رايي شيلوها يا جماعه. يعني انا لو بعمل البتاع دي بعد ما كنت عماله اقاوح في الثوم الفريش، لا شيلوا رشه الثوم الباودر. احنا بنحطها عشان نحاول نخليها زي المايونيز اللايت، بس هي طبعا مش ضروري. لا بس هي على فكره انا طعم الجريك يوجرت هيغنينا فعلا. يعني عجبتني فكرتك جدا. مش زبادي انه هيغنينا فعلا عن موضوع المايونيز. بس طعمها خطير. بس انا لو بعملها هشيل منها بودره الثوم. تحفه. بس حلو قوي قوي قوي. الف هنا. وعامه انا بحب قوي احط العسل في السلطه. بيدي فليفر مختلف جدا. عظيم جدا. انا سمعت ان انت طباخه ما شاء الله وماهره. مش قوي يعني. لا لا ماهره. انا شفت بعيني كمان مش سمعت بس ما شاء الله. احكي لنا عن ايه اكتر طبخه انت شطوره فيها. بصي انا لسه ماما كانت بتقول لك البشاميل. يعني لما ببقى حتى مسافره عندي شغل
ماما بتقول لي ابعتي جيبي كميه مكونات كتير عشان تقدري تعملي لي كذا صينيه بشاميل اسيبها في الفريزر للولاد. لان لما ببقى مسافره فتره طويله بيقعد بيطلبوا منها بشاميل، فلما بيعملوها ما بيرضوش ياكلوها، تعودوا على ماما بيحبوا بتاعت مامي خلاص. فاهمه؟ فبروح عامله مثلا صواني، عارفه بتاعت الكيك طبعًا، اللي هي القوالب بتاعت الكيك الطويله دي، بروح عامله لهم 6-7 مثلا سايبهم في الثلاجه او في الفريزر يعني. ماما تروح مطلعه بس على التسويه، مدخلها الفرن خلاص. فانا مشهوره قوي بمكرونه البشاميل. احنا كده لازم ندوق يا دكتور باهي. ايه تاني؟ الكيك طبعا برضو بعمله لازم قبل ما اسافر، لازم بعمل لهم كيك فانيلا او بالنوتيلا او وات ايفر. البانانا بان كيك، ودي حاجه من الريسيبيز اللي لما كانوا ولادي صغيرين ما بياكلوش بيض، خلاني اقعد افكر وادور ازاي اقدر ادخلهم البيض في حاجه يبقوا هم حابينها وكانها ديزرت، مش كانها بيض اومليت للفطار لازم تاكلوه قبل ما تروحوا المدرسه. يعني ده كان الغرض الاساسي من ان انا ادور على وصفه احط فيها البيض، فكان البنانا بانكيك تحفه. انا بجيب موزايه بهرسها بحط عليها بضايا ورشة قرفة، معلقة عسل، ممكن احط شوية قوت او اللي هو القمح، وتضرب كلها مع بعض، معلقة زبدة على النار، بتعمل زي البانكيك العادي خطيرة. تطلع بقى من برة تحطي بقى عليها عسل، تحطي نوتيلا، تحطي اللي انت عايزاه، بس المهم ان فيها بيض وفيها بروتين، خدوا الفايدة، فيها فايبرز، اكلة كاملة متكاملة فيها كل حاجة. احنا كده خدنا من ايتن وصفة ازاي تأكل طفلك البيض بطريقة غير مباشرة. والله ايتن انا حابب اشكرك على وقتك يا حبيبي. على حابب اشكرك بجد بشكل شخصي. انا اللي ميرسي والله على الحلقة الحلوة دي، نورت الدنيا كلها، والف سلامة عليكي. الله يسلم، نورتينا في ساعات. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا نورهان. للأسف وقتنا خلص مع النجمة الجميلة الفنانة ايتن عامر. استنونا في فاصل وراجعين لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في ساعه سعاده. ضيفتي النهارده دكتوره انجي ابو يزيد، هيلث كوتش وكمان اخصائيه تغذيه علاجيه وتغذيه جراحات سمنه. منورانا جدا يا دكتور انجي. دكتور نورهان ازيك؟ عامله ايه الاخبار؟ كله حلو؟ كله حلو. عرفينا اكتر ازاي حضرتك؟ ازيك انجي؟ عامله ايه؟ منوره. الحمد لله. حابين نسالك كده كام سؤال كتير، بس خلينا الاول نتعرف عن مين دكتور انجي وازاي دخلت مجال التغذيه. اوكي طيب، انا دكتوره صيدلانيه مخلصه من 2012، وقعدت شويه في صيدله وفي البحوث وحاجات كده كتير. أوكي. وبعدين وانا في الصيدليه او وانا بتعامل مع المريض دايما بشوف ان المريض بيكون ناقصه حاجه، حتى لو مشي على تعليمات الطبيب بتاعه واخد ادويته بانتظام وكده، لكن تحاليله بيكون لسه فيها حاجه ناقصه. فسمعت عن موضوع نيوتريشن، فاخدت الدبلومه بتاعتي الاول من الاي سي وخلصتها في 2016. ومن 2016 بقى تقريبا وانا شغاله. في الفتره دي كانت والدتي برضو اتشخصت سكر نوع تاني، فكان بقى بالنسبه لي اول ما راحت برضو للطبيب قعد يقول لها ممنوع 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 ممنوع، فالتغذيه بقى فادتني بقى في الموضوع ده. و2016 غيرنا بقى الكارير خالص من الفارماسي للنيوتريشن. يس. اوكي بالزبط. انا خدت بالي بقى ان انت بقالك كام سنه كمان متخصصه قوي في التغذيه قبل وبعد جراحات السمنه. ده حقيقي، بقى لي 4 سنين تقريبا. اوكي، لا برافو عليكي، الموضوع مختلف وان يعني حد يبقى متخصص فيه، ففكره حلوه جدا. بس عايزك تكلميني اكتر، هل بيبقى في اكل معين فعلا نقدر ننصح بيه مريض السمنه ان هو يبتدي ياكله من قبل العمليه او بعد العمليه؟ هل ده بيفرق عن التغذيه العاديه؟ بتفرق كتير. قبل العملية أنا لازم إن أنا بحضر المريض للعملية، وبحضر شوية المايند سيت بتاعه على الكميات القليلة اللي هو هيبتدي ياخدها بعد العملية. بالظبط، علشان المريض اللي مش بيتحضر قبل العملية للأسف ممكن يجيله ديبريشن أو ما يبقاش فاهم وياكل، فيحصل كومبليكيشنز اللي بتحصل بعد العملية. فلازم بنحضره. وكمان علشان بيكون مهم ان انا السايز بتاع الكبد بتاعه لازم يقل قبل ما يخش العمليه، ويعني بحضره نفسيا عامه يعني. بعد العمليه بقى بيبقى لي، علشان طالع من جراحه وجراحه كبيره مش قليله، ف بتبقى يعني هي اخرامها صغيره على المعده نفسها من بره من السيرفيس، بس من جوه نفسها هي
العمليه كبيرة. نفسها اللي اتعملت بتبقى حاجه كبيره، حاجه جزء كبير اتشال او حاجه، فلازم ادرج له الاكل. يعني بنمشيها كانه طفل لسه مولود وانا ببتدي فتره الرضاعه وبعدين ابتدي ادوقه وبعدين يعني بنمشي معاه كده تدريجيا. حلوه فكره الطفل، بيبقى ليها سكادجول يعني قبل بعد قبل العمليه وبعد العمليه في تدريج في نوع الاكل بالظبط. ده مهم قوي ليه علشان خاطر يعني ما نخدش المعده بعد العمليه. اوكي ببساطه فعلا ايوه ما نخدش بس المعده بس بعد العمليه. اوكي قلت لنا وانت بتحكي دلوقتي انه المايند سيت للمريض اللي بيدخل يعمل العمليه مهمه جدا، ده ايه الحاجه او ايه الجوانب اللي لازم نركز عليها قبل ما المريض يدخل العمليه؟ نشتغل عليها ازاي؟ افهمه العمليه، افهمه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من العمليه، وافهمه كمان فوائد العمليه ليه، افهم ان هو بدل ما كنا بناخد طبق كبير لا الطبق هيبقى بجد قد الطبق بتاع فنجان القهوه. فانا محتاجه ابقى مفهمه كده، افهمه هو هيقدر ياكل مش هيقدر ياكل، ايه الالم اللي ممكن يحس بيه، يعني كل ده بيكون عشان مهم ما يتخضش بالزبط. يعني عشان ما يتخضش ده حقيقي، مش مجرد ان احنا بنفهمه ان الوجبه نفسها هتقل، لا احنا بنفهمه ان الطبق بتاعه هيصغر طبعا، فالطبق وهو صغير ومليان برضه هيبقى حاسس ان هو بياكل في نفسه. ده حقيقي والله، لا فيعني ده مهم قوي لي. ودايما بقولها قبل العمليه انت الاهم ان انت تحس ان انت شبعان، مش ان انا اخدت كميه كبيره. فده بيكون مهم قوي للمريض ان هو يفهمه بعد كده ان انا هجوع هاكل هوقف لما اشبع، مش لازم اكمل، مش لازم اكمل اخلص الاكل بالظبط بالظبط. ده حقيقي. طيب هل التغذيه انجي بتفرق من يعني من عمليه للتانية؟ يفرق تغذيه المريض مثلا اللي يعمل تكميم على اللي يعمل بالون عن كل عمليه بتفرق التغذيه من شخص للتاني؟ ده حقيقي بتفرق كتير. يعني احنا عندنا مثلا البالون زي ما حضرتك قلت، عندنا التكميم تحويل المسار وعندنا الساسي، هم دول اربع عمليات تقريبا يعني دول الموجودين دلوقتي في الماركت في مصر. نقولهم تاني للناس كده. اوكي أيوة. البالون وعندنا التكميم اللي هي السليف، بعد كده عندنا تحويل المسار اللي هي الباي باس، وعندنا الساسي. السيسي دي اللي هي ميكس بقى ما بين التكميم وتحويل المسار الاثنين مع بعض. اوكي بختار على اساس ايه؟ طبعا هختار على اساس الوزن بتاع المريض، هختار على اساس هو بيفضل اكل ايه. يعني واحد بيحب النشويات كتير، لو عملت له تكميم هو سونر اور ليتر هيبوظ بالظبط، عشان بيبقى سهل عليه بعد كده النشويات والسكريات فبيتبقى بالظبط كده. والنشويات والسكريات بتتهضم بسرعه قوي ومش بتوجع المعده خالص حتى بعد العمليه، بتبقى خفيفه عليه، بتبقى اسهل حاجه يقدر ياكلها بالزبط. عكس البروتين بالظبط، عكس البروتين بالظبط كده. فانا ما ينفعش شخص بياكل نشويات كتير او بياكل بيحب الحلويات الكتير او مريض سكر مثلا اجي اقول له لا انت هتعمل تكميم، ده مش صح. بس ساعات بيبقى صح في حاله واحده، لو انا المريض بتاعي سنه صغير مثلا، لو انا المريض بتاعي وزنه ما كانش كبير قوي، فممكن الموضوع يبقى كنترول شويه ان هو يتحكم في نفسه بعد كده بالظبط كده. وعشان احنا في تحويل المسار بيمشي على يعني فيتامينز بقى لونج لايف، فما ينفعش واحد مثلا 20 سنه اجي اقول له انت هتعيش حياتك كلها يعني لسه بالمالتي فيتامين والفيتامينز اللي هتاخدها بالظبط، فبيبقى متعب ليه. فالتغذيه بتاعتهم بتفرق على حسب هو بياكل ايه قبل العمليه. وبعد العمليه بقى بعد ما اخترت له العمليه المناسبه ليه، الاكل بتاعه يعني النشويات مثلا دي اقدر اسمح بيها شويه لمريض اللي عامل تحويل مسار او عامل ساسي. هي والحلويات تبقى فرصه ان هو يرجع بعد العمليه دي تبقى اصعب شويه، عكس السليف بالظبط، عكس السليف. فعشان كده بقدر اديله شويه نشويات، بديله شويه حلويات، بيبقى عنده الاختيارات في الاكل بتبقى بالنسبه له اكتر شويه بالظبط. ده حقيقي. غير التكميم، لا التكميم ده انا اللي هو احنا بنقعد مع بعض بنحسب الكالوريز، يعني ده لازم بقى، ده احنا كده ما ينفعش. ودايما بفهمه ان العمليه مش سحر وان احنا يعني لازم انت تساعدني زي ما انا بساعدك. بس طيب انت شرحت لنا دلوقتي انواع كتير من العمليات وعرفنا ايه اسمائها وكده. اوكي كلمه عمليه كبيره شويه على انه حد يبقى داخل برجله ويعمل عمليه علشان يخس، ايه اسهل عمليه من اللي احنا قلناهم دول؟ الريكفري بتاعها بيبقى اسهل، تحضيرها بيبقى اسهل، بيقدر يكوب بعدها اسهل، يعني نطمنهم شويه. بصي هو اسهل حاجه لو احنا هنقول البالون طبعا. بس الفكره ان البالون مثلا ماكسيمم اللي تنزلك فيها 15 مثلا 20 كيلو، ده لو شخص ده بقى ايه الماكسيمم بتاعها ده بالظبط كده ده الماكسيمم بتاعها. بس هي بتفرق كمان انت كنت عامله ازاي قبل العمليه برضو. يعني المعده بتاعتك فيها مثلا تقرحات،
المعده بتاعتك، واحد بياخد مثلا بيدخن كتير، بياخد كافيين كتير، واحد بياخد صودا كتير، هي المعده بتكون ملتهبه. الشخص ده للاسف بيتعب شويه بعد العمليه. وده في اي نوع بقى؟ ده حقيقي. أوكي. لكن هو مفيش اسهل، هو كله تخدير. اوكي. هو يقدر، هو بيجي ومريض على فكره البارياتريك او مريض اللي بيجي يعمل العمليه هو من البيت مكرر، يعني هو جاي مكرر وهو بس جاي، يعني مش هقول تقضيه واجب، بس يعني اللي هو جاي بس مجرد ان هو ياخد استشارتك فعلا الـ الصح. بس هو اوريدي مكرر من الاول ان هو جاي. صح، هو خلاص اللي قرر انه يدخل اوضه عمليات هو جرب كل الاوبشنز اللي قبلها. ده حقيقي. وصلت بيه للليفل الاخير. ده حقيقي. اوكي. طيب احنا 2017 دكتوره انجي ماما كان جالها سكر زي ما قلنا في المقدمه. بالظبط. فاكيد الناس اللي عندها سكر بيبقى ليهم معامله خاصه بالنسبه لك. صح. كلميني اكتر عن الناس اللي عندها سكر والضغط، لان دول اشهر حاجتين يعني ناس كتير بتشتكي منها. مريض الضغط لما بيجي بيعمل العمليه، احنا بعد العمليه بنمشي على الادويه بتاعته عادي زي ما هي، فيش مشكله. بيقعد عليها 3 شهور. بعد ال3 شهور طبعا هو في الفتره دي بيقعد يقيس ضغطه، بيشوف اخباره ايه والكلام ده كله. احنا في خلال ال3 شهور تقريبا بنبقى مدخلين له كل الاكل، انواع الطعام كله. فبيبقى اخد نشويات وحلويات، بيبقى اخد كل الاكل وبروتين وكل حاجه. فنبتدي نقيم بعد ما دخلنا له كل انواع الاكل، احنا كويسين، الضغط بتاعنا كويس، مفيش اي مشكله. يبتدي دكتور القلب اللي هو متابع معاه، وطبعا انا بيبقى فيه كونكشن ما بينه وما بين دكتور القلب، نبتدي بقى تدريجيا نعمل علاج واحده واحده. بالظبط كده. ده مريض الضغط. اما مريض السكر وكده، ده بقى اللي هو احنا يعني كلوز، يعني ببقى بقى اللي هو احنا مع بعض بقى، يعني كده معاه اكتر اكتر بكتير. بالظبط. عشان لا السكر بتاعه يوطى، لا السكر بتاعه يعلى، فده بيكون مهم. بتاكد من الادويه بتاعته، عشان احنا الفتره الاولانيه بندخل عصاير كتير، ما بشوف السكر بتاعه اخباره ايه. لازم يتقاس بانتظام طبعا. بالظبط. قبل العمليه كده كده بيكون في بيز لاين معمول، بعد العمليه على طول لازم اعمل تاني تحاليل بيز لاين تانيه بتبقى معايا، بعديها شهر لازم اعمل تاني تحاليل سكر بقى صايم وفاطر وتراكمي، ده مهم قوي لينا. ببتدي بقى اشوف اخباره ايه، وايه اللي ممكن يكون بيعلي له السكر وايه اللي ما يعليهوش. وتدريجيا برضو مع دكتور الغده الصماء ببتدي ادرج معاه الدواء، لو بجد هو بقى كويس. يعني لو بجد هو بقى كويس وفعلا التزم بالتعليمات، مريض السكر النوع الثاني يعني مثلا هقول 90% مثلا 99% فعلا بيبقوا خلاص بقى سكر خالص. ده حقيقي. النوع الاول ده بقى عشان ده انسولين، فيعني ده بقى ممكن اليونتس بس تقل شويه. بالظبط. وعدد الشكات تقل. ده يعني دول حاجتين احسن من 100 ميزان كمان، يعني مش مجرد واحد خس ارقام على الميزان، لا ده صحته كمان بقت احسن. ده حقيقي. وده الاهم، وده يبقى صحيا قبل ما يبقى شكل وجمال وخلاص. ده حقيقي. فبرافو عليكي. طيب دكتور انجي، هل في ناس فعلا بنقول لها لا مش هنصحك تعمل العمليه وانت تروح تخس بدايت ورياضه واللي هو الطريقه التراديشنال عادي، او ناس تانية ممنوعه خالص ان هي تعمل عمليه؟ في ناس تانية ممنوعه خالص انها تعمل عمليه حقيقي، ده لو عنده مشكله في القلب والتخدير، فانا كده كده مش هخاطر بحياته. كونترا انديكيتد دايما ده خالص. بالظبط. وعشان كده دكتور التخدير لازم يدي رايه كده كده لاي مريض بيجي عشان يعمل العمليه، لازم يدي رايه اذا كان ينفع ولا ما ينفعش اصلا من الاول. تمام. الناس اللي بتيجي وفعلا لا هو انت مش محتاجه، لو حد مثلا البي ام اي بتاعته اقل من 30 اوكي وما عندوش حاجه بتهدد حياته. البي ام اي اللي هو البودي ماس اندكس، انه يعني مش اوفر ويت للدرجه، يعني هو بالظبط كده اللي هي كتله الجسم بتاعه، ما عندهوش فيها مشكله، اقل من 30 وما عندوش مرض او ما عندوش حاجه مشكله صحيه تستدعي ان هو لازم يعمل الجراحه. بالظبط. مش بتهدد حياته. أوكي. ده شخص لازم يعمل الاول نعمل دايت مره واثنين وثلاثه واربعه لحد فعلا ما نفشل. والفشل معناها ايه؟ ان انا قررت ان انا اعمل دايت دي 10 15 مره وفشلت فيهم. فيعني ساعتها بقى الدكتور بالاوبشن الاخير خالص. بالظبط كده. وغالبا ده بيعمل تكميم، ما لهوش في تحويل المسار قوي. دي اكتر الناس اللي ممكن نعمل معاهم كده. طب دكتوره انجي، هل في نصايح معينه عامه كده اقدر اقولها لكل الناس اللي عامله عمليات سمنه بحيث ان هم يقدروا يحافظوا على النتيجه بتاعتهم؟ الفيتامينز
عشان احنا يعني الفيتامينز دي بعد 6 شهور احنا خلاص بتهملها خلاص بالظبط. عملت التحاليل بتاعتي، التحاليل بقت كويسه، دكتور انا ما عنديش ولا فيتامين واقع، انا تمام وما عنديش مشكله في شعري والدنيا تمام، فخلاص انا هوقف الفيتامينز. فالفيتامينز بيكون مهم قوي ان هو يشرب ميه، وللاسف دي مشكله كبيره بتحصل للي بيعملوا عمليات تكميم، الميه بتبقى ثقيله على معدتهم فبيبتدوا يقللوها تدريجيا، وبيبتدوا بقى يروحوا للعصاير اكتر والحاجات اللي مليانه سكر. أوكي. وده طبعا مش صح خالص ليهم، ان يعني هو لازم 2 لتر يكون بيشربهم، لازم 2 لتر لازم اشربهم، دول مهمين. اوكي. يلعب رياضه ويحافظ على التعليمات اللي بعد العمليه عشان يقدر يحافظ، او يقدر الاول يوصل للوزن المثالي بالنسبه له، وكمان يقدر يحافظ بقى عليه، يقدر يحافظ عليه عشان يبقى استفاد فعلا بالعمليه، مش كانه عمل دايت وخس وابتدى ان هو يرجع ويشوف عمليه تانية بعد كده. بالظبط كده، ده حقيقي. يعني طب بتشوفي ناس اكيد كتير بتبقى عملت مثلا تكميم وبعد كده داخله تعمل تحويل مسار، بعد كده داخله تعمل حاجه تانية خالص، بيضربوا كل حاجه. طيب ده حقيقي. الناس دي بنوصل معاها لايه في الاخر، او تنصحيهم بايه النهارده؟ ان هي التكميم انا لازم اكون واخد بالي ان النشويات والحلويات هي مش حاجه اساسيه بالنسبه لي. هو المريض بيشبع من معلقتين، بمعنى الكلمه معلقتين الماكسيمم بتاع الناس بيبقوا 5 معالق. ده مثلا ده حد فوق ال 200 وال 250 كيلو، هو 5 معالق بتبقى بالنسبه له هو واكل كانه واكل فل خلاص، خروف، كانه واكل خروف بجد كامل لوحده. فيعني هو المفروض يمشي على مبدا اللقيمات زي ما هو، يبعد عن النشويات والحلويات. انا بتكلم على بتوع التكميم، ده مهم قوي ليهم، الاهم والاشهر يعني الاكتر الناس بتعملها اكتر. انا اللي بيعمل تحويل مسار انا ما عنديش حاجه اعملها، يعني اعمل ايه حضرتك معي؟ يعني خلاص خلاص انا حولت مسار الاكل جوه، يعني اعمل ايه تاني؟ لكن التكميم بيبقى عنده حته ان هو بيعمل الريدو ده اللي هو التصحيح بنسميه، ان انا اعمل زي تحويله كده، تحويل مسار تسمى في الاخر تحويل مسار، ان انا عملت تحويل مسار. لازم ياخد باله من النشويات والحلويات، ده اهم حاجه بالنسبه له، ويحافظ على الرياضه بتاعته عشان يفضل محافظ على نفسه. اوكي. طيب اتكلمنا عن الرياضه كذا مره، وفي ناس كتير قوي ما تعرفش انه الرياضه دي حاجه مهمه لبعد العمليات، يعني هم فاكرين ان العمليه زي ما قلتي كده انه هو سحر خلاص، مش مطلوب مني بقى لا احافظ على اكلي ولا العب رياضه ولا اي حاجه. فازاي نقدر نخليهم يكملوا على الرياضه، او ننصحهم بايه؟ ايه الحاجات اللي المفروض يعملوها؟ بصي، هو عامه اي شخص المفروض يعني عشان نعيش حياه صحيه المفروض 150 دقيقه على مدار الاسبوع. اوكي. 150 دقيقه دي انا ممكن اقسمهم مثلا يعني نص ساعه كل يعني في الخمس ايام بتوع الاسبوع بتوعي. ممكن اقسم ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل. يعني انا لازم العب رياضه، لازم العب رياضه، وبتوع جراحات السن عشان بننزل بسرعه جدا، فانا لازم العب رياضه عشان ما يحصلش ترهلات اصلا. اوكي. فهو مهم لي ان هو يلعب. طيب المفروض يلعب بعد قد ايه؟ بعد يلعب بعد 3 شهور من العمليه بصراحه. أوكي. عشان ابتدي اشيل، اعمل مقاومه عضلات واشيل حديد والكلام ده بالظبط، ما يقدرش يعمل قبل 3 شهور، لكن يقدر قبليها مشي، والمشي ده على حسب قدرته الصحيه، يعني انا قادر فعلا ولا مش قادر. ومش بنلزم بيها اي حد ان هو يمشي بجد ال 30 دقيقه، لا انا كفايه عليا 10 دقائق انت قادر عليه بس الاول، وبعد كده بالتدريج يزيد لحد ما صحتك بتبقى كويسه يعلى البيس. فهي الرياضه اساس في كل حاجه، فكره ان انا امشي على نظام صحي هو اساس، بعد العمليه، قبل العمليه، عملت عمليه ما عملتش عمليه، يعني شيء اساسي كده كده ده حقيقي. فمهم دكتوره انجي، بنشوف ناس كتير بتبقى عملت عمليات وللاسف بتبقى رجعت تاكل تاني ورجعت لوزنها تاني. صح. وزي ما حضرتك قلتي، انت قلتي ان اقصى حاجه المفروض الشخص ياخدها من معلقتين لخمس معالق تقريبا. ده حقيقي. طيب هل الناس اللي بتقدر ان هي لا ترجع تاكل طبق وطبقين بعد كده، ده بيبقى عايز اقول غلط من الدكتور ولا غلط من المريض وسلوكيات المريض بعد العمليه؟ من الاثنين بصراحه، من الاثنين. غلط من هقول الاول المريض بصراحه مش هقول الدكتور. اوكي. يعني غلط من المريض علشان خاطر المريض ما اتبعش التعليمات بتاعته، عشان خاطر المريض اتك على معدته. يعني معلقتين انا حاطط دلوقتي في طبقي مثلا 3 معالق، هو شبع بجد من معلقتين، مش هيحس، مش هرمي التالتة فيبتدي ياكل التالتة. فكره الاستخسار اللي هو بالظبط كده، فكره ان احنا الرز هيجري ورانا وحاجات كده كتير اللي احنا دايما متعودين عليها. ناس كتير مش بس استخسار، هي بتبقى كمان انه لا انا لسه انا حابب ده، انا الطعم عاجبني، فانا متضايق اني مش قادر اكمل الطبق. بالظبط ده حقيقي. طب البيتزا، طب السلايس دي كمان، السلايس هو اللي متضايقين. فده حقيقي وبجد هم يعني سلايس البيتزا دي بتبقى كتيره، هي الواحده اصلا كفايه خلاص للعمليه. فهو لما بيبقى قاعد مثلا في وسط ناس او كده بيبقى
حابب يشارك اللحظه. اوكي، فممكن يضغط على نفسه شويه ويزيد. فالمره دي هتبقى سلايز مثلا ونص، كمان شويه هيبقوا اتنين، هيبقوا الثالثه، فهيبتدي هو يقدر يوسع المعده. هي المعده في الاخر بالونه، يعني هي خليه يعني استك. اوكي، فهتفتح معانا. استحاله تفتح زي قبل العمليه بالظبط كده، ولكن يعني بدل يعني 30% ممكن يزيدوا. ممكن يحصل يرد فيها تاني بالظبط. وبرده الحلويات، يعني انا ممكن اجيب صينيه البسبوسه مثلا تقريبا 6000 سعره. 6000 سعره دول ممكن يتاكلوا على مدار اليوم، وهو اصلا مش يوم، ده يومين ثلاثه. يعني لا يعني ساعات بقى مريض الاجراحات يخلصها في يوم، ده حقيقي. هو مش واخد باله، هو بياخد معلقه صغيره، معلقه شاي صغيره في معلقه شاي صغيره في معلقه، فهو مش مركز خالص فيبتدي يخلصها. وهو شخص اصلا المفروض الماكسيمم بتاعه 1000 سعره، فتخيلي بقى واخد 6000 في اليوم، يعني في 5000 بقى بيعوموا جوه بقى مش عارفين نحطهم فين، فبيبتدي يتخزن. بالنسبه للدكتور، عدم المتابعه. يعني مريض الجراحات عامه هو بيخش العياده، هو بقى بتاعك يعني انت وهو بقى مع بعض. الحياه لازم يفضل مكمل بالظبط كده، انت وهو على طول مع بعض. لازم من فتره للتانيه تسال عليه، من فتره للتانيه تشوف الفيتامينز بتاعته، وقت التحاليل بتاعته مثلا المفروض ان هو بيعمل 6 شهور في سنه، في 6 شهور في سنة. يعني لازم نفضل نتابع معاه كل شويه، وابعت له واتساب كل شويه افكره، يعني ده مهم. فهي بتبقى غلطه من الاثنين صراحه. ده اخر تصريح من دكتوره انجي. نورتينا واتبسطنا جدا بالحوار معاكي بجد. شكرا ليكم، نورتي الاستوديو ونورتي يعني سعد سعاده. ميرسي ليكم جدا، شكرا. للاسف سعد سعاده النهارده خلص، استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله في ساعه جديده من سعد سعاده.